تعبان من البكو والله. الواحد اصبر اصبر ونعم جاي على الواحد واللي استخف به اي بلاصه يمشي ما عاد حتى حد يعمل على ينزل. بابا ملا كونتير ملا كونتير 180 الله يرحم والدي يا عم فرج والله هزني غادي مازال فيها زوج كمبيالات طويلة خلصوا. هاي واحد لقلقة السلام عليكم. هذا بعشيش وينك؟ هوي 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 ما شاء الله هوي هوي تبرق بلقان تجري جريان تزرق زرقان شكونك بنسيبك؟ مرزولية الضربة الصحية وني نقول شبيه ليبد ليبد فلوس حليل فلوس حليل ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك. وخذ كونتير كونتير 190 لا لا 260 لا لا هذاك قداش ماشي قداش ماشي انا 260 جاكوار مش تيربي في 607 هاك هاو قداش انا عجبتني تخف بها والله عجبتني بصراحه هوي 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 والله مدة تجي مازال فيها اربع كمبيالات حتى الكرسي واسع جهز حتى ثلاثه بلايص اعطيني نركب لي فيه البركة هذا تخدم عليه لو حتى تشيع وتجيب العبيد تساوي الخدمه البركة والله لا حتى شيء كان ثم شويه سرقه نتاع زيتون استغفر الله العظيم كان ثم شويه زيتون صار ناوي تهفى انت ودفعها كونطون هذه ولا خليني مش خلصت لي الكمبيالات نتاعي صار بك كمبيالات والله اسمع رد بالك عليه والميكانيك راه ما يتعطاش راه هذه الحومه الكل يتفرجوا عليها اليوم نهار كامل من الصباح ونيحاتها لبرا تو حط السينوج حط السينوج حطيت لها سينوج وعملت لها شويه حنه من تاني وقد خمسه وطريف حوت هاك ولدي الحوته منه ومن بغل مش نحرس عليه خمسه يا ولدي على العين على العين برا روح بحث امك برا يا سيدي هذا شوف كلمني كلمني على الموبيلات كلمنا رد بالك على شنويت هاني الشاشه انا قاعد نعس عليها جي يركب منك هذا اسمع كان تزيدها من تيلي هكا شويه طريف هكا لوح وتعملها مسامير وتولي تنزل حتى اربع بلايص راه والله اسمعني والله حتى اني الذر ساعات حلت قلت نعمل لها قاج واصفر من تيلي قاج مش قاج جويت فوق بعضهم قاج تشتري في البطاطا والطماطم انت عمره عمره هاي مالا قول لي عاد اليوم الفطور بالزوم عاد والله اللي خلتني على الحديد اقسم بالله عجيت نزيد عليك ما ذبحتش والله لا ذبحت على بيك الرب ايه شو والله تو هكا تو وتحب البركه تنزل والله لا تدبها خلاص البركه هذا يسيل الدم يسيل الهم هذي مش يسيل الدم خي حتى موبيلات تسيل عليها الدم تو هكا هاي حومة كاملة واخذك كلاهم ما سيلوش الدم تو تذوق مع بيت ضربتهم هم صلحوا علاش انت تحفظ عليها اسمعني برك خذها تو غدوه ندبر ونخذ شنو غدوه؟ هذا تو تزمك تو قبل من تو تذبح لنا تو اسمع مش من غير ما تذبح خذ من طرف خذ المستحسن خذها ارنب الارنب يقولك سباق وجريء لا ما ناكلهاش الارنب ما ناكلهاش ما ناكلهاش هي انت عندك فلوس ما عندكش تقول له نكسب اخي مال علاش ما خذيتشني انا عملت طرف حنا قلت هذاك هو فيه البرك ديما نقاسي فيه هات هات المفتاح هات ليه خلينا نمشي نجيب لك طرف الحم باش نعمل هذه باش نقعد نخسر فيك عجاج بعثت تقول ما انا انا قدر سير حاجه نسيب والله ما ناخذ لك اللحم كاني والله قلت لك وما تقول انا نعرفك انت تقول ناخذك ومن بعد تالي في العراس في الماء تفضحني هاك العام النقار خذ موبيليات اللي ما تستحق لي في اللحم طب هاك انا نقول على نسيبي هاك هات هات المفتاح خلينا اسمع وما طب اسمعني رد بالك راهي ساعات بالتروازيه ما تتعدى 9 كيلو سايس روح مش كانت عندي واحده كيفها انا مش نقول لك خاصه في الكتري انت كتبت موبيليات هاي تو سيد الحديد انت الجحش نتاع بيك الفرجاني جننت الجح ولا يجري واحدة في الحرس اسيدي وراسك نسيبي يا احسن واحد في السوقين في تونس هاي هي خلينا نمشي نجيبك انا باه واش تحب تحب كوتليت ولا تحب اسمعني شويه كبه برسمك شحمله حاجه قول هذه بتاع فرحه وكذا ما يشحمها لنا مشحمه من الرب ولا يدلل ولا شحم ليله ولا كذا هاي ما تبطاش انا نستنى فيك هني تو انا نفطر نسيبي هاي سيدي يا رب بابا 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 هاي زينة وهاي هاي الشرطة عاد 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 ما تردكش يا عجاج ما تردكش ما تردكش عليها هدي على المتسريات نشوف المتسريات هم باين المتسريات استغفر الله العظيم بابا 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 اسمع حتى ركبتها بيه ولا شيء كبير بجيب 50 لحم لا لا 50 ليرة لا تنكمل لك العشر كيلو بربي تنكمل لك العشر ياك نسيب الغادة عايش نسيب مرة ديما حشمني ديما هنا راهي غلبتني رجولية نتاعي بلا يشوف كعبة قازوز بيت قازوز عايش عايش هاي باه هاي سيدي يا ربي يا ربي يا ربي زيت روحك يا عجيج هذا ربك على الذر يا ولا حوال يا ولا طب عقلي اللي نعطي العجيج موبيليات والله ساعات بوها بوانا طوان يكلمني يقول اخوي ما حاشتي في الحم عارف جرة الحم هذه متجي ما عجب اوخ ينقذ وما يهزش كان عمل الحادث كان عمل الحادثة يا ربي يا عالي ان شاء الله حتى كان عمل الحادث يمشي هو وترجع الموبيليات على الاقل هو يتعوض يا ولا حويه وانا تو وانا تو وانا تو يا عجيج هكا هكا موبيليات بدات فيها اربع كمبيالات
الواحد ما فرحش بها. تم باش يعطيه اللحم. نعرف روحي راني تجرة الطمع هذه وقعت على الرقبة متحذير. والله نعرف روحي. يا والحول يا والحول. نعود مثل بني شوف شو الحكاية هذي. مضربتية. ومن يجي فيها اللحم. شيء. لا يمكن الحصول. ما متذكر تليفونه. باي شيء يحبس المخ. اوكي نجي. بلات وين؟ اهلا بنسيبي اهلا. بنسيبي لا عطري عشيك. بزيت عليك. بلات وين؟ بسكت. دققت بها يا حليلي الشهبة الزرقاء بتاعي دبت. يا حليلي كانت قدام البيب تشخر علي شخران. شكون مش عمل لي عن اسكت يا عم جن ان شاء الله. ليه؟ لاباس عليها. هذه لاباس عليها الميتو. وين هي الموبيلات؟ ريتك ما تصبرش على راسك. اصبر وسهلني وقول لي وين. غزالك الجزار ما عايشتيش في الحم. يا راه يقعد من بعدك. انت ما زرت لا شيء. وين؟ اعطيني الموبيلات. ها واش مدك؟ اعطيني راهي ماشي خالص. راهي ربعه كمبياليات. راه ما فرحتش بها. راهي كانت منتتني. ها ودي لاباس منعتها. خليني ضحكه في الدوار. منعتها الميتور منعتها. كان جا واحد اخر بالحرام يرزق فيها. يحمد ربي اللي منعت فيها. كيفاش دخلت في الكهرباء؟ لا ماني هبتك الحضره هذه. هاي واخو بايك احمد. متعدي بالنعجات نتاعو ومالك يا ضربته يورك حسين. ما ضربتهوش. انت مالش بيا. نزقزق بيهم بو كعيبه بو كعيبه. نزقزق 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 منعتهم. ريت هذيك تزقزق. كم تجيش بالتكذيب نتاعك ما تحشمش على روحك تو. انت بتاع التزقزيق. خلينا نكمل قاعد الحكايه تو. ماك عامي دورك. وقت اللي زقزقت في الاخرانيه. الاخرانيه هي مالت على اليمين نمت على اليسار. ركب لها في راسها النعجه الاخرانيه. رجعت لي على اليسار. ليل عاودت ملت بها على اليمين. رجعت لي على اليمين. رجعت على اليسار. حسيت في الاخر بكل. عاود الموبيلات وين؟ الكلاتوسه حدتني. وبايك صالح مسكين هاو قالوا عنده نص بابعة ضلع تكسروا له. واربع نعجات ماتوا. ونعجه هاي مكسوره. اما لاباس منعت الميتور. حادث. لاباس الميتور منعت. ها؟ هو اهم حاجه اني منعتها في الميتور. ماني نعرف هذا ناكل مشاكل هذيك منه ومن. اظن القندويت انا جبته على ميت. هذايا هاو حتى ضرب شوي هو هذايا التلفزيون. هذا اش خليت منها؟ موبيلات كامله جايب لي التلفزيون. ليه قر؟ هي كودي مش خالت. راي عشان مش خالت. ليه هكا فيها الاسيران وهي هي طوه. يعطيك الصحة. جاء الحرس. هاي كيجو الحرس قال لي هات ورق الميتو. هي علاش ما وقفوك شد؟ ها وجاك الحديث. ما ديت ورق الميتو. هاي قلت له هاي هاي ورقة الشراء وهاي الاسيران سمريق لي نلقيهم فقط الساك من اللوط. هاي قال لي لا ورقة الميتو الاخرى. هاني ورقة الميتو الاخرى. ورق شنو؟ قال لي البرمي. برمي شنو؟ قال لي البرمي. اخذت الميتو بالبرمي. قلت له هذه حداثه. هذه حداثه جايبها. هذه ولا طلبوا لي البرمي. شنو البرمي؟ قال لي كلمه طول بالبرمي. هذه قلت لك واش الميتور بالبرمي؟ مره كان مسوق وكاك البرمي شنو؟ هذا تكون انت تفلح ما على برميات هذه كلها ونقراو. كون يقراو فيه البرمي نتاع الواحد. كرهبه هي جاكوار عطيها لك هي. خويا كابش في البرمي. قال لي ما تكلمني ما تعطيني البرمي خلاص. وجابوا كاميون نتاع الرموكا وجابوا فيها. لحقكم مع بوها طروف طروف قطايق قطايق قالت لهم لموها قالوا رجعوها. اما قال لي البرمي. انت عندك البرمي؟ موبيلات بالبرمي هي؟ بالبرمي قال لك سيدي بالقانون تو وقتها شبات القانون هذا. اه ريتها تو عبلا كاسكا يعدي اسيرانس ما يكلمكش يماير راسك معاك البرمي. هو قال لي وراك بيطور وني نضحك فيها الحال. ما ديتهم له قال لي لا هاودي الورقه انا مراق. قال لي البرمي. ودي الناس تشوف في الكلام غير برمي تو معناتها دارو دارو برمي للزوالي يا رسول الله. تو واحد يلقط عليها في خبز الناس يعلم بك الربي يضرب في 500,000 زيد ياخذ برمي للموبيليات. لا لا هذه بلاد. ومنعت روحي في الاخر بقول. كيفاش منعت روحي؟ ما هو قال لي البرمي. قلت له البرمي شنو نعمل به؟ قال لي الميتور مش نتاعي. قلت له اقرا هانو النقار تاع نسيبي راه. قال لي هاك تسوق فيها. لا لا ما نسوقش. قلت له قلت له لو كان هو يسوق قدامي كي ضرب الجميع هرب روح. هاني قعدت هنا. انت لبستها لي عجيب. خويا شنو نعمل؟ هذا كله على كيلو الحم. خويا خويا شنو نعمل؟ هذاك هو ما انت مو عم برمي عندك. وقتها بني في مخي تو انت. كي قال الموبيليات ما انا حتى نقول الواحد البسكليت هذا بالبرمي. هذاك وش بالبرمي تو قال. ما انا حتى شك حتى البهيم نتاعي باش نعمل له برمي. هو الحقيقة ربي يا نسيبي من ناحية بهيم انت بهيم. شنو بهيم؟ تعرفني اني ما عنديش برمي وتعطي فيا في في الميتور وسوق فيها. والله في هكا عندك الحق. لي هو البهيم. ها ها باش هكا. ها ودي اسكت. ها امسك. ها بيمسك. ها بيمسك. ها بيمسك.